يقول ما هو الخوف المحمود والخوف المذموم؟ الخوف المحمود هو الخوف من الله ومن عقاب الله عز وجل الذي يحملك على ترك المعاصي هذا هو الخوف المحمود، أما الخوف المذموم فهو الذي يكون فيه يأس من رحمة الله عز وجل يشتد بك الخوف حتى تيأس من رحمة الله هذا مذموم ولا يجوز هذا، نعم